أهلا وسهلا بيكم في سلسلة حلقات البريد توكس أو حديث السلالات. في الحلقات دي هنقدم عرض توضيحي مبسط جدا عن السلالات المختلفة، وهنتعرف عن معلومات كتير عن سلالات كتير، فخليكم معانا. أهلا وسهلا بيكم في سلسلة حلقات البريد توكس أو حديث السلالات. في الحلقات دي هنقدم عرض توضيحي مبسط جدا عن السلالات المختلفة، وهنتعرف عن معلومات كتير عن سلالات كتير، فخليكم معانا. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا لازم الأول نعرف إزاي نشأت العلاقة بين الإنسان والكلاب اللي بدأت من عشرات آلاف السنين، ونشوف الكلاب وهي بتشارك الإنسان القديم حياته بجميع ظروف ومراحل تطورها. كتير مننا ممكن يكون سمع عن نظرية انحدار الكلاب من الذئاب، واللي تم إثباتها علميا باستخدام دراسات الحمض النووي. الذئاب اللي بمعيشتها حوالين الإنسان ومراقبتها ليه ممكن نقول انها انبهرت بذكائه وقدرته على توفير الحمايه اللازمه ليها في تامين صراحه على البقاء، فبدل ما تكون هدف وخطر بيهدده قررت انها تقرب منه وتتعايش معاه. ومع بدايه اختلاطها بيه واستئناسه لها والنتيجه لدرجات ذكائها اللي بتميزها عن غيرها من الحيوانات، ضمن للذئاب مكان جنب الانسان، وده اللي خلى الذئاب تشارك الانسان حياته، تخدمه وتفيده وبرضه تستفاد وتتعلم منه. الموضوع ده عمل طفره بيولوجيه خطيره عند الذئاب، خلاها تتخلى عن خصائص ومواصفات بتشكل طبيعتها هي مش محتاجة لها في ظل وجودها جنب الإنسان، وبدأت من هنا رحلة المشاركة في الحياة بينهم وظهور الذئب المستأنس الملازم للإنسان اللي هو الكلب. زي ما قلنا إن الذئب المستأنس كان لازم يبهر إنسان ويقنعه بقدراته علشان يأمن معيشته في كنفه وتحت حمايته، فنلاقي مثلا إنه في عز جوعه بيصطاد الفريسة ويروح يحطها تحت رجل الإنسان، إنه عارف الإنسان هيكافئه وهيشاركه. وكان رد فعل الإنسان في أوقات كتيرة ما فيهاش صيد إنه يأمن المؤن لنفسه والكلبه، وده اللي خلى الكلب ياكل حاجات مخالفة لطبيعته اللي اتفطر عليها. ومع اختلاف الفرايس واختلاف طبيعة وبيئة الصيد، ومع دخول الإنسان عصور الاستكشاف والتنقل والترحال اللي كان بيشاركوا فيها الكلاب من بيئة لبيئة ومن طبيعة لطبيعة، بدأ الإنسان يلاحظ إن في كلاب بتتميز عن بعض في الوظائف المختلفة. لا، وكمان مش كل الكلاب بتأدي نفس الوظيفة بنفس الكفاءة، يعني مثلا في مش كل أنواع الكلاب عندها القدرة على الصيد، ومش كل الكلاب الصيد عندها القدرة على الصيد بنفس الكفاءة في نفس البيئة أو في بيئات تانية مختلفة. ومن هنا قرر إنه يعمل خلط ما بين أنواع الكلاب المختلفة علشان يجمع خصائص ومميزات معينة ويتخلص من عيوب معينة، وده اللي طور في عدد أنواع الكلاب وأشكالها وألوانها وأحجامها اللي اتعرفت بعد كده بالسلالات، وبقى لكل سلالة شكل وتكوين ومميزات وخصائص لأداء مهمتها بيميزها. وبدأ الإنسان من اكتشاف طرق تأمين له غذائه وطرق الحصول عليه اللي في بعض الأحيان الكلاب ما كانتش بتقدر تساعده فيها، فعمل أسلحة ومعدات الصيد اللي بدورها قللت بعض الشيء اعتماد الإنسان على الكلاب كعامل رئيسي في الصيد. ولما بقى عند الإنسان وقت أطول غير اللي كان بيخلصه في رحلة البحث وتأمين غذائه، بدأ الإنسان يكتشف مميزات جديدة في الكلاب الملاصقة ليه، وبدأ يستخدمها في أغراض تانية زي الرعي الأغنام والماشية والحراسة والجر والنقل والحراسة وفي الحروب، وده أدى لظهور سلالات جديدة تقدر تخدم الإنسان في المجالات دي. وكانت الكلاب جزء أساسي من حياة الإنسان على مدار آلاف السنين، شاركوا فيها الإنسان طفرات خطيرة في تطوره اللي منها طبعا المرور بالأوبئة والأمراض المزمنة، ومع كل ده استمرت العلاقة الوطيدة بين الإنسان والكلاب اللي ما تغيرتش على مر الزمان والظروف. ولكن بعد دخول الإنسان عصر الآلات وبقى لكل وظيفة آلة أو مكنة بتعملها، اختفت سلالات كتير كان بيعتمد عليها الإنسان اعتماد رئيسي، لأن للأسف أصبح لها بديل وهو الآلة. ومن هنا بدأ المهتمين بالكلاب والممتنين لوجودهم في حياتنا يعملوا بعض الرياضات الميدانية في شكل مسابقات عشان تشجع الناس إنها تحافظ على السلالات دي. بس للأسف بالفعل في سلالات كتير جدا اندثرت، وفي الوقت ده ابتدت الناس تهتم أكتر إنها تربي الكلاب على إنهم مرافقين ليهم فقط من غير الاعتماد عليهم في أي أعمال. وطبعا علشان تربي كلب مرافق ليك في البيت لازم يكون شكله حلو ومميز، ومن هنا ابتدى الاهتمام بالنواحي الجمالية للكلاب وإبراز تفاصيلها الجمالية، وظهرت أول مسابقة للكلاب عام 1859 في نيوكاسل في بريطانيا اللي اتنشأ فيها أول نادي مختص بسلالات الكلاب في العالم، ده كان الكلوب عام 1873 اللي قدر إنه يشارك بشكل كبير في الحفاظ على سلالات كتير من الاندثار. وبعديها في أمريكا عام 1884 تم إنشاء النادي الأمريكي للكلاب American Kennel Club. وبعد كده بدأت دول كتير تعمل النوادي الخاصة بيها للحفاظ على سلالات الكلاب اللي هي Kennel Clubs، لحد ما تم إنشاء الاتحاد الدولي للكلاب Federation Kennelogique International ده FCI عام 1911 ومقره بلجيكا من خمس دول، وهم
ألمانيا، النمسا، بلجيكا، فرنسا، هولندا، وهدفه حماية الكلاب والحفاظ على سلالاتها وتعزيز السلالات النقية. الاتحاد الدولي بيضم 99 دولة، منهم مصر اللي بيمثلها Egyptian Kennel Federation EKF. وبوجود الاتحاد الدولي قدر يحافظ على سلالات كتير جدا من الاندثار، وحافظ كمان على نقاية السلالات الموجودة وضمن حسن رعايتها، ونظم طرق انتاجها عن طريق تسجيلها واصدار شهادات النسب ليها، وتطبيق رياضات المسابقات المختلفة زي مسابقات الجمال، الكفاءة والجمال، ومسابقات العمل والرشاقة والصيد والرعي، وغيرها كتير من الرياضات اللي بيشارك فيها الكلاب، ومنح الكلاب الفايزة الألقاب المختلفة والجوائز. المسابقات دي خلت كل مربي ومنتج الكلاب عايزة تتميز وتظهر أفضل ما عندهم من إمكانيات، وده اللي رفع مستوى رعاية الكلاب وعزز من نواحي واستراتيجيات إنتاجها، لأن قواعد إنتاج السلالات في الاتحاد الدولي ألزمت توافر العديد من المعايير المؤهلة للإنتاج. مش كده وبس، ده كمان شجع كل نادي من نوادي الدول الأعضاء فيه إنه يسجل ويعتمد أي سلالة جديدة موجودة في بلده بعد ما يحط لها المواصفات القياسية بتاعتها، وبعد كده الاتحاد الدولي بيعتمدها ويعمل لها نشر وتعميم على جميع نوادي الدول الأعضاء فيه للعمل بيها. تقدم التكنولوجيا الرهيب اللي وصل له الإنسان لسه بيقف عاجز في حاجات كتير. التقدم اللي هو وصل له ده يا إما ما بيقدرش يتغلب عليها ويلاقي لها حلول، أو لو قدر فبتكون تكلفة التطبيق والاستخدام عالية مكلفة جدا، فبرضه مش هيقدر يستخدمها. وهنا وسبب قرب الكلاب بدرجة أكبر من الإنسان، قدرت توري له إنها تقدر تخدمه في كتير من المجالات دي، وتقدم له كالعادة حلول سهلة وبسيطة ما تكلفوش أي حاجة غير شوية حب وثقة وتدريب. وقدرنا نشوف الكلاب وهي بتعمل عمليات البحث في الأنقاض، الإنقاذ البري والبحري، والكشف عن المتفجرات والمخدرات، والتتبع واقتفاء الأثر، وغيرها من الأعمال الشرطية والعسكرية، والكشف عن التسريبات والأشعات الحرارية، والمساعدة في علاج أطفال التوحد وتعديل السلوك، وعلاج حالات العزلة والاكتئاب، وإرشاد ضعافي ومكفوف البصر، والكشف عن معدلات انخفاض السكر في الدم والأورام السرطانية. وطبعا قبل ما نخلص، مش عايزين ننسى الكلبة الروسية لايكا ودورها في خدمة الإنسان. الكلبة الروسية لايكا كانت أول كائن حي يطلع رحلة إلى المجهول في الفضاء الخارجي، واللي كان ليها الفضل في نجاح الإنسان إنه يطور من التجهيزات اللي تمكنه الوصول للفضاء الخارجي، لأن في الوقت ده كانت كل الفرضيات العلمية بتجزم إن جسم الإنسان مش هيقدر يستحمل ظروف الإطلاق ولا ظروف الفضاء الخارجي، وعشان كده كان لازم يتعمل تجربة على كائن حي، وتم اختيار الكلاب لتشابهها الفسيولوجي مع الإنسان، وكمان لإمكانية تدريبها وتأهيلها على برامج الإعداد الخاصة برحلة الفضاء الخارجي. واللي بجد كانت التدريبات قاسية جدا، زي حبس الكلاب مدة طويلة توصل لمدة 20 يوم جوه بوكس صغير جدا، والحبسة الطويلة دي كانت بتعمل تعثر لعملية الإخراج اللي كانت بتدهور حالتهم الصحية، ده غير المعاناة جوه أجهزة المحاكاة اللي كانت بتعمل تسارع لضربات القلب وارتفاع الضغط، ده غير كمان النظام الغذائي القاسي اللي كانوا بياخدوه في صورة جيل. لايكا، بيلكا، تريلكا، فيتيروك، أوغالوك، بالتو، توغو، ماكس، هاتشيكو، بوبي، وغيرهم كتير جدا. كل دي أسماء لكلاب خدمت البشرية خدمات عظيمة وسطرت أروع قصص الحب والوفاء للإنسان. تقدروا تعملوا شير وتشاركونا بتعليقاتكم، وما تنسوش تبعتوا استفساراتكم وأسئلتكم وهنجاوبكم عليها في حلقات الـ EKF Talks أو الـ EKF تتحدث، والمخصوصة للرد على الاستفسارات. استنونا في الحلقة الأولى من حلقات البريد توكس.